في القرن الثالث الهجري كتب حكيم صوفي اسمه الحكيم الترمذي رسالة اسمها خاتم الأولياء، وسأل فيها 150 سؤال بخصوص التصوف، وقال إن شخص واحد بس هو اللي هيقدر يجاوب عن الأسئلة دي، وسماه خاتم الأولياء. الأسئلة كلها بتدور عن إيه معنى الأولياء، وإيه الفرق بين الولي والنبي، وإيه هي المقامات والأحوال بتاعة التصوف. الصوفية من بداية ظهورهم في التاريخ الإسلامي وهم حالة غريبة ومش مفهومة، يعني صعب تحدد ظهروا إزاي وإمتى وجذور فكرتهم بترجع لإيه بالظبط، وهتلاقي دايما آراء متناقضة فيهم. شيوخ يعتبروهم هم جوهر الدين الحقيقي، وشيوخ قالوا عليهم كفار وخارجين عن الإسلام. علشان كده أسئلة الحكيم الترمذي ما كانتش مجرد أسئلة دينية أو روحانية عادية، احنا نقدر نقول إنها اللحظة اللي بدأ الصوفية يفكروا فيها عن الأساس الديني والفلسفي لأفعالهم اللي كانت غريبة في نظر الأغلبية. وبعد مرور 300 سنة من وفاة الترمذي ظهر في منطقة الأندلس فيلسوف صوفي هيكون له الدور الأكبر في توضيح كل شيء يخص التصوف الإسلامي. الصوفي الأشهر في التاريخ الإسلامي هو ابن عربي، واللي هيتعرف بعد كده بلقب الشيخ الأكبر، قدر يجاوب على أسئلة الترمذي في أشهر كتاب له هو الفتوحات المكية. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الفتوحات المكية لابن عربي، وهنشوف إزاي الكتاب ده كان موسوعة كاملة في كل شيء يخص عالم التصوف الغريب. الكتاب اللي اعتبره البعض زي دكتور نصر حامد أبو زيد قمة نضج الفكر الإسلامي وحلقة الوصل بين التراث الإسلامي والتراث الإنساني والعالمي. قبل ما نتكلم عن ابن عربي وكتابه المهم الفتوحات، لازم نوضح معنى التصوف بالنسبة للدين عموما، وإيه اللي بيفرقه عن باقي الفرق الإسلامية، لأن من غير المقدمة دي صعب نفهم أفكار ابن عربي نفسه. احنا في الغالب لما بنتكلم عن الدين فاحنا نقصد بالكلمة دي حاجتين بالظبط: العقيدة، وهي مجموعة أفكار بتمثل الحقيقة بالنسبة للمسلم لازم يكون مؤمن بيها، والجانب ده في الدين بيهتم بيه علماء العقيدة اللي ليهم اسم معين في التراث الإسلامي وهو علماء الكلام. تاني حاجة في الدين هي الشريعة، وهي مجموعة الأوامر والنواهي اللي لازم يلتزم بيها المؤمن في أفعاله، والجانب ده اللي بيدرسه الفقهاء. طبعا في الإسلام معروفة المصادر الأساسية اللي بنعرف منها العقيدة والشريعة، وهي القرآن والسنة، ودول مفيش خلاف عليهم عند كل الفرق الإسلامية. يمكن بس القرآنيين هي الفرقة الوحيدة اللي بترفض الأحاديث كمصدر للشريعة الإسلامية. الفرق بين علماء الكلام والفقهاء هي نظرتهم لدور العقل في تفسير مصادر الدين اللي هم القرآن والسنة. علماء الكلام بيشوفوا إن العقل بيلعب الدور الأكبر في تفسيرنا للنصوص، لكن الفقهاء بيشوفوا إن نصوص الدين مش محتاجة للعقل في تفسيرها، والأهم التسليم بيها. الخلاف ده فضل مستمر في الحضارة الإسلامية، كان دايما بتظهر فرق إسلامية على أساسه، المعتزلة أو الأشاعرة أو الشيعة أو أهل الحديث. كل الأسماء دي كانت نتيجة للخلاف حوالين إزاي نقدر نفهم نصوص الدين. يمكن فرق الشيعة بس كان فيه أسباب سياسية أكتر من دينية في خلافهم في البداية. الصوفية جابوا حل مختلف للمشكلة دي، لأنهم شافوا إن كل الفرق دي نسيت الجوهر والأساس لأي دين، وهو التجربة الروحية لكل مؤمن، وشافوا إنها هي الأساس في فهم الدين. فكرة التجربة الروحية عند الصوفية كانت بالنسبة ليهم حل لحالة الخلاف اللي موجودة بين الفرق الإسلامية كلها، لأنها بتقوم على فكرة بسيطة، إنه بدل الخلافات الكتيرة حوالين تفسير النصوص سواء عن طريق العقل أو النقل، الأفضل هو التواصل مع مصدر النصوص نفسها وهو الله. لأن النصوص الأساسية في الدين استحالة تكشف للمؤمن عن معناها الحقيقي من غير علاقة روحية مع مصدرها الأصلي وهو الله. طب ليه الحل ده سبب أزمة كبيرة بالنسبة لباقي الفرق في الإسلام وخصوصا الفقهاء اللي بعضهم كفر الصوفية أصلا؟ الفقهاء رفضوا الفكرة لأنهم قالوا إن الله بيتواصل فقط مع الأنبياء، وبما أن سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء فمفيش من بعده تواصل مع البشر، وعلى الأساس ده اعتبروا منهج الصوفية خارج عن الإسلام، وبدأ يحصل اضطهاد كبير للصوفية. والحادثة الأشهر كانت صلب الحلاق في بغداد، لأنه كان بيقول شطحات روحية زي جملته الشهيرة ما في الجب إلا الله، اللي خدوها حجة لتكفيره وقتله. نتيجة لده بدأ الصوفية طوروا لغة خاصة بيهم معتمدة على إشارات ورموز معينة ما يفهمهاش إلا أتباعهم، لأنهم شافوا إن مؤسسة الفقه بتشوه أفكارهم وبيشحنوا المؤمنين البسطاء ضدهم. وفي وسط الحالة دي من الصراع حوالين معنى التصوف الإسلامي ظهر ابن عربي. اتولد محي الدين ابن عربي في مدينة مرسيا في الأندلس في القرن السادس الهجري، وبيرجع نسب أبوه لقبيلة حاتم الطائي، وهي قبيلة عربية مشهورة جدا، لكن أمه كانت من البربر ودول سكان شمال أفريقيا. أسرة ابن عربي كانت على علاقة قوية بالدولة في منطقة الأندلس، ووالده خدم في جيش الدولة، وبعدها اشتغل في بلاط الحاكم في مدينة إشبيلية. لكن الأهم هو إنه نشأ في أسرة مهتمة بالعلوم الدينية سواء كان الفقه أو الحديث أو التصوف. وبيحكي ابن عربي إن في شباب
شبابه أصابوا مرض وحمى شديدة كان هيموت بسببها، وفي فترة تعب وشاف رؤية كانت هي السبب في تغيير مسار حياته في اتجاه التصوف. ابن عربي اعتمد بشكل كبير على نفسه في تجربته الصوفية، وفي خلاف كبير بين الباحثين عن مين هم أساتذته، لكن اللي مفيش خلاف عليه انه درس التراث الإسلامي السابق عليه وخاصة التراث الصوفي بشكل عميق جدا. واضح جدا انه درس الفلسفة وخصوصا فلسفة أفلاطين المصري، اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده. وفي دراسات بتتكلم عن انه انتمى لمدرسة تعليم سرية في الأندلس بترجع للمذاهب السرية القديمة زي الفيثاغورية مثلا. وحوالي 597 هجريا بدأ ابن عربي رحلته من الأندلس لبلاد المشرق، وزار في طريقه المغرب ومصر ومكة، وهناك قابل نظام وهي بنت شيخ إيراني قابله في مكة، وكتب لها ديوانه الشهير ترجمان الأشواق. استقر ابن عربي في النهاية في مدينة دمشق ومات فيها حوالي 638 هجريا، بعد ما اتجمع حواليه مجموعة من الأتباع والصوفيين المهمين زي تلميذه الشهير صدر الدين القنوي. ابن عربي ساب تراث ضخم وراه بيوصل لحوالي 250 كتاب، والبعض قال إن مؤلفاته بتوصل لحوالي 500، بس رقم 250 هو الأقرب. وطبعا بالنسبة للتيار الصوفي فكتب ابن عربي كلها مهمة، إلا إن أهم كتابين له واللي سابوا التأثير الأكبر هما الفتوحات المكية وفصوص الحكم. كتاب الفتوحات المكية أو الأدق نقول موسوعة الفتوحات المكية هو أكتر كتاب شامل لأفكاره فلسفة ابن عربي، وهو بدأ تأليفه في بداية إقامته بمكة سنة 598 هجريا، ومن هنا جه اسم الكتاب الفتوحات، ويقصد الكشف الإلهي اللي مر بيه في مكة وأمره بتأليف الكتاب. وابن عربي استمر في كتابته لغاية سنة 629 هجريا في دمشق، بس هو رجع كتبه كله من الأول تاني، والكتاب ده ضخم جدا وأضاف عليه تعديلات وزيادات وكمل النسخة التانية قبل وفاته بسنتين، والمخطوطة دي موجودة لغاية دلوقتي كاملة في متحف الأوقاف الإسلامية بإسطنبول في حوالي 37 مجلد. كتاب الفتوحات المكية بيتكون من 6 أقسام ضخمة متقسمة الأبواب بتوصل ل 560 باب، وفي نهاية الكتاب بيوضح ابن عربي انه كتب النسخة دي كلها بخط ايده. خلينا نبدأ بسؤال مهم اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، ايه الفرق ما بين تجربة الصوفي او الولي وما بين تجربة النبي؟ التصوف في الاساس زي ما قلنا هي تجربة ما بين الفرد وما بين الكون ككل، وطبعا غاية التجربة دي هي التواصل مع الله. للسبب ده في شبه كبير بين تجربة الصوفي وما بين تجربة الانبياء، وده شيء وضحه ابن عربي بنفسه في كتابه. بس لو كانت تجربة الصوفي شبيهة بالنبي فايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان تواصل النبي مع الله بيكون مرتبط بشريعة وأحكام جديدة للناس، لكن غرض الصوفي من التواصل هو فهم الشريعة أو القرآن. يعني الصوفي ملتزم بنفس الشريعة لكنه بيبحث عن معناها الحقيقي من خلال التواصل مع الله. زي ما وضحنا في أول الحلقة إن الفرق الإسلامية اختلفت بشدة على معنى الدين ومعاني القرآن، وهدف التجربة الصوفية في النهاية هي الكشف عن المعنى الخفي من الدين والقرآن. والمعنى الخفي أو الباطني زي ما الصوفية بيسموه استحالة ينكشف للمؤمن إلا من خلال تجربة التواصل. كمان هم شافوا إن جزء من تجربة التصوف هو الانفتاح على الكون ككل، لأن الكون بالنسبة ليهم هو كلمات الله المسطورة في الآفاق زي ما القرآن كلمات الله المسطورة في المصحف. كمان الصوفية ملتزمين بظاهر الدين والنص على عكس ما كتير فاكرين انهم بيهتموا بالمعاني الخفية وبيعتبروها بديل للشريعة. كل ما في الموضوع انهم شايفين ان لو الفقهاء وقفوا عند حدود ظاهر الدين او القرآن فهم كده بيضيعوا على نفسهم المعاني العميقة اللي في الدين. وعلشان كده قال ابن عربي وهو بيدافع عن الصوفية انهم يرمون بالظواهر فينسبونهم الى الباطنية، وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين. يعني الصوفية بيحترموا ظاهر الدين والشريعة زي الباطن اللي بينكشف ليهم من خلال التجربة الصوفية بالظبط. لو جينا نتكلم عن ايه هي افكار ابن عربي او فلسفته اللي قدمها في كتبه وعلى راسهم الفتوحات المكيه، هنلاقي ان في فكره اساسيه نقدر نعتبرها المفتاح اللي بيفك لغز كل كتبه. في الجزء الاول من كتاب الفتوحات بيقول ابن عربي: وقد ثبت عند المحققين انه ما في الوجود الا الله. الفكره دي اللي هتتعرف بعد كده تحت اسم وحده الوجود، دي فكرة دينية شهيرة جدا ظهرت في أديان وفلسفات كتير سواء قبل ابن عربي أو بعده. في البداية كده هتحس إن معناها بسيط، الله هو الحقيقة الوحيدة، بس في نفس الوقت لو حطيتها قدامك كمفتاح وانت بتقرأ أي كتاب لابن عربي هتلاقيها هي الأساس لكل أفكاره ولكل الفكر الصوفي عموما. بس من ناحية تانية هتلاقي إن في كتاب ومؤرخين كتير رفضوا الربط ما بين ابن عربي وما بين وحدة الوجود، على أساس إن وحدة الوجود ده مذهب مادي وابن عربي صوفي روحاني. أغلب اللي قالوا كده ما كانوش عارفين إن وحدة الوجود فيها أكتر من مذهب على مدار التاريخ الإنساني، وهم كانوا متخيلين إن وحدة الوجود المادية اللي ظهرت خصوصا في أوروبا في عصر التنوير هي الشكل الوحيد لوحدة الوجود. وحدة الوجود المادية بتقول إن العالم والله حاجة واحدة، بمعنى إن الله متحد بشكل كامل بأجزاء الكون المختلفة، أو بمعنى تاني إن الكون المادي هو الإله الوحيد الموجود.
طبعا ده شكل من اشكال وحده الوجود، وفكره ابن عربي عن وحده الوجود مختلفه كتير عن وحده الوجود الماديه اللي لسه متكلمين عنها. احنا نقدر نوصف مذهب ابن عربي بانه وحده وجود روحيه. خلينا نرجع تاني للفكره الاساسيه عند ابن عربي عشان نفهم مذهبه. لو فكرت في اي لحظه في العالم من حواليك اكيد هتخرج بملاحظه اساسيه مفيش خلاف عليها، العالم عباره عن اشياء وكائنات ما بينهم اختلاف بلا حدود. الحاله دي بنسميها في الفلسفه الكثره او التعدد، احنا مش حاجه واحده، والتامل المباشر بيثبت ده. فكره وحده الوجود عند ابن عربي بتقول ان الحقيقه المباشره دي وهميه ومجرد مظهر لحقيقه واحده بتجمع الوجود كله على اختلافه. طبعا الحقيقه الواحده دي هي الله، العالم على اختلافه هو مجرد صور وتجليات بلا نهايه نابعه من الله. طب لو العالم هو في النهايه تجليات لله، ايه سبب الاختلاف ده بين الكائنات ومنين ظهر الاختلاف؟ بيقول ابن عربي ان الكون والكائنات على اختلافها في البدايه كانت مجرد افكار في العلم الالهي، وبيسميها ابن عربي الاعيان الثابته، لكن الاعيان الثابته كانت بلا وجود حقيقي لانها زي ما قلنا مجرد افكار مقيده، فاخرجها الله للوجود من محبته ليها. وبيرجع ابن عربي يفرق ما بين جانبين في الالوهيه، الجانب الاول هي الذات الالهيه اللي مستحيل الوصول لها او وصفها او معرفتها باي شكل سواء بالعقل او حتى بالتجربه الصوفيه، لانها محتجبه بشكل كامل عن العالم. وبيوصف ابن عربي مرتبه الذات الالهيه في الوجود بمرتبه العمان، لان زي ما قلنا من المستحيل معرفه اي شيء عنها. الجانب الثاني من الالوهيه هو الاسماء والصفات الالهيه، الصفات الالهيه هي حلقه الوصل ما بين الذات الالهيه وما بين العالم، فكل شيء موجود في العالم هو مجرد تجلي لصفه من الصفات الالهيه، يعني مثلا من اسماء وصفات الله الجبار. بيقول ابن عربي ان الجبر هي صفه الهيه بتظهر في العالم كله من خلال عنصر الضروره والقانون اللي بيحكم وجود كل الكائنات، فاستحاله كائن يخرج عن الاراده الالهيه. واسم الحفيظ بيشير لصفه حفظ الله للعالم وانه الضامن لبقاء كل موجود فيه، ونفس الكلام عن صفه الرحمه والجمال والحق، هي صفات الهيه بتظهر في كل الموجودات في العالم. وحده الوجود عند ابن عربي معناها ان العالم بكل ما فيه هو تجلي للصفات الالهيه، لكن في نفس الوقت العالم مش هو الذات الالهيه، هو مجرد صوره لله، وكان العالم هو مراه انعكست عليها الصفات الالهيه. بس السؤال الاهم هنا، ايه غايه الوجود في افكار ابن عربي؟ ابن عربي بيفسر الحديث النبوي الشهير خلق الله ادم على صورته، ونفس معنى الايه الشهيره في التوراه في سفر التكوين اللي بتقول فخلق الله الانسان على صورته، على صوره الله ذكرا وانثى خلقهم. الانسان هو غايه عمليه الخلق كلها، لان الانسان هو الكائن الوحيد اللي بتتجلى فيه كل الصفات الالهيه. ادم في فكر ابن عربي هو الانسان الكامل، وهو له جانبين، جانب ظاهري او خارجي بيتجلى فيه كل درجات الوجود من ارقاها وهو العقل الى اقل درجات الوجود وهي الرغبات الحسيه اللي بيسميها ابن عربي الحيوانيه. الجانب الثاني بقى هو الجانب الباطني، وهو الجانب اللي بيربطه بعالم الالوهيه. فالانسان هو العالم الصغير، والكون نفسه هو انسان كبير، فالصفات الالهيه اللي بتتجلى في العالم بشكل متفرق بتظهر مجتمعه في الانسان. بيقول ابن عربي في الفتوحات المكيه العالم كله تفصيل ادم، وادم هو الكتاب الجامع، فهو للعالم كالروح من الجسد، فالانسان روح العالم والعالم الجسد، وإذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان وجدته كالجسم بغير روح. أكيد وإحنا بنتكلم عن أفكار ابن عربي جه في بالك سؤال مهم، هي أفكار وحدة الوجود والتجليات الإلهية والإنسان الكامل اللي اتكلمنا عنها، إيه مصدرها؟ يعني أنت أكيد صعب تسمع شيخ أو رجل دين مسلم بيتكلم عنها. لو تفتكر في بداية الحلقة كنا اتكلمنا عن الفرق ما بين الصوفية وما بين باقي الفرق الإسلامية، وقلنا إن الصوفية شافوا إن الدين له معنى باطني خفي لا يمكن إنه يظهر للمؤمن إلا من خلال تجربة روحية غرضها التواصل مع الله. كل أفكار ابن عربي هي نتيجة للحالة دي. لو أنت قرأت أي كتاب له وخصوصا الفتوحات المكية هتلاقيه دايما بيستشهد في كل صفحة بآيات وأحاديث نبوية زي أي عالم دين، لكن الفرق إن التفسيرات بتاعت ابن عربي داخل فيها نقطة تجربة الروحية مع الله، بمعنى إن الأفكار دي ظهرت له ما بين السطور لأنه استفاد من التجربة دي فهم حقيقة الله والعالم والإنسان. ورغم إن ابن عربي رجل دين في النهاية إلا إنه بيدي مساحة في فكره كمان للفلسفة واستعمال العقل، والأهم بقى إنه من أوائل المفكرين في التاريخ الإنساني عموما اللي إدى أهمية كبيرة للخيال اللي كان له دور كبير في أغلب كتبه. بيقول ابن عربي في الفتوحات الخيال يحكم على كل شيء وعلى ما ليس بشيء، ويتصور العدم المحض والمحال والواجب والإمكان، ويجعل الوجود عدما والعدم وجودا. والمعنى إن الخيال له درجة أعلى من العقل، لأنه بيقدر يتصور حاجات مستحيلة وغير ممكنة، وبيقدر يتصور سيناريوهات مختلفة للي بيحصل في الواقع، وده العنصر الأساسي لأي إبداع إنساني سواء في الدين أو الفلسفة أو العلم. إزاي نقرأ كتاب الفتوحات المكية لابن عربي؟ أفضل طبعة لكتاب الفتوحات المكية هي الطبعة اللي اشتغل عليها أستاذ الدراسات الصوفية في جامعة السوربون دكتور عثمان يحيى، وكان مقرر يخرج الكتاب كامل في 37 مجلد، لكن
للأسف المشروع ما اكتملش وصدر من الطبعة 14 مجلد فقط وتوفى قبل ما يكمله. طبعا الكتاب له طبعات أقدم زي طبعة بولاء في مصر اللي صححها الشيخ محمد قطة العدوي، بس غير محققة بالدقة اللي كان ماشي عليها دكتور عثمان يحيى. بس للأسف محدش قدر يكمل المشروع لأسباب كمان سياسية، لأن في سنة 1978 حصلت مشكلة كبيرة لأن لجنة من لجان مجلس الشعب طلبت بعقد جلسة لمصادرة كتاب الفتوحات المكية بحجة أنه معارض للقرآن والسنة. ولو مهتم تعرف أكتر عن الكتب اللي غيرت التاريخ اعمل لايك وفعل الجرس واشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد. We'll be right back.